احتفل البطريرك المالوني الكاردينال مربشار بطرس الراعي بقداس الأحد التاسع من زمن العنصرة برنامج الرسول في كاتدرائية الكرسي البطريركي الديمان بمشاركة لفيف من المطارنة والأباء الكهنة بحضور حشد من المؤمنين. بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عزة شدد فيها على ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية تفاديا لجائحة كورونا خصوصا في أماكن التجمعات والمناسبات. نصلي على نيتين أساسيتين. النية الأولى التماس نعمة الشفاء للمصابين بوباء كورونا وإبادة هذا الفيروس المتزايد الانتشار وعودة الحياة الطبيعية إلى الكرة الأرضية التي باتت مشلولة ومصابة بأزمة اقتصادية عالمية قاتلة. بالنسبة إلى الداخل هو شد أواصر وحدة لبنان الداخلية وتثبيت كيانه وسيادته واستقلاله وتعزيز الشراكة الوطنية والاستقرار والحوكمة الرشيدة في دولة قادرة بقوة الدستور والميثاق والقانون والمؤسسات على الدفاع عن نفسها بوجه أي اعتداء. في ختام عظته أهاب البطريرك الراعي بالحكومة والمسؤولين السياسيين التعالي على الانقسامات الشخصية والعمل معا على انهاض لبنان بإجراء الإصلاحات بدءا من كهرباء والمكافحة القضائية للفساد المتفشي الذي يتزايد اليوم من دون أي وخز ضمير أو خوف كجريمة فساد المواد الغذائية القاتلة للمواطنين.